هنالك ملاحظة نوت، لاحظنا أن هنالك 4 حالات للزعانف. بعض من معادلات هاي الحالات تمتاز بالسهولة، واضحة، يعني ممكن الطالب يستخدم الحاسبة الكالكوليتر الصغيرة عنده وينجز الحسابات بسهولة بعض من هاي الحالات. بس بعض من هاي الحالات تمتاز المعادلات مالتها بالصعوبة، خصوصا الحالة اللي نهايتها معرضة إلى حمل حراري، يعني كحالة معقدة. الباحثين في هذا المجال انتبهوا انه الحالة المعزولة المعادلة مالتها من الممكن تطبيقها على كل الحالات. يعني هكذا تكون الملاحظة، انه الحالة المعزولة ممكن نطبقها على كل الحالات البقية، اللي هي رغم انه النهاية مالتها ما معزولة، ولكن يمكن تطبيق معادلة المعزولة عليها، بس بشرط انه تسوي في التصحيح للطول مال الزعنفة corrected. فيكون الطول الكوركتد هو L للزعانف المستطيلة، L زائدا السمك تقسيم 2، بينما الزعانف المسمارية أو القطرية هي زائدا D على 4. بس للأسف طبعا هذا الموضوع شوية بتعقيد، وهذا الإجراء إذا أردت تسوي يعني أقدر أقول راح يكون يعني محفوف بالمخاطر، انه ممكن تكون النتيجة انه مالتك غير صحيحة. يعني مو بكيفك انت تجيب المعادلة المعزولة وتقولك ملاحظة تقول انه ممكن نطبقها على كل الحالات، الكلام مو هالشكل. يعني وفق ظروف معينة واكون متغير المفروض انا هنا اضيفه، يضيفونه يعني بالكتب، لازم تشيكه بشكل جيد ويكون قيمته اقل من قيمة معينة حتى يكون النتائج جيدة اللي تعطيها معادلة المعزولة. انا هذه كانت موجوده بالنسخ القديمه بالمحاضرات القديمه، اضطريت اشيلها لان سببت لبس لدى الطالب، وفي الغالب يجيب معادله المعزوله ويستند الى هذه الملاحظه ويقول انت الملاحظه موجوده ممكن استخدمها، بعد انا ما شيكت. وهذا الامر يعني تخليت عنه، وبس بقيت على الملاحظه على مود الطالب خاف يطلع على الكتب ويقول هذا ال سي شنو معناته. أحب أقول له أنه هذه معناته أنه ممكن الحالة هي أساسا ما معزولة، بس نريد نطبق عليها الحالة المعزولة طبعا بنظر لسهولة المعادلات مالتها نستخدمها. وبهيك حالة احنا بالامتحان راح نوجه الطالب، يعني ممكن أقول لك أنا استخدم الحالة المعزولة مباشرة أو استخدم الطول المصحح، يعني أوجهك توجيه بحيث ما راح يعني الدوخ باستخدام المعادلات. ولكن إذا ما ذكرت لك ما حددت لك الحالة، يعني لازم أنت تختار الحالة المناسبة، ربما هي الحالة أساسا طويلة وأنا ما قلت لك، يعني أنت تقرر. فإذا قلت لك أنه يا بنهاية الزعنفة متزنة مع درجة حرارة الجو، المفروض أنت تفهم هذا الشيء. مثلا قلت لك نهاية الزعنفة تشتت الحرارة، فإذا تعرف يا حالة المفروض وتطبق عليها المعادلات اللازمة. السكشن الآخر هو حول الزعانف الحلقية اللي في الغالب تستخدم للأنابيب، يخلونها على الأنابيب، يعني هذا مو جدار وإنما قطعة من أنبوب بهذا الشكل، ويعني هاي داير حبل تكون بهذا الشكل. هذا الموضوع أيضا شوية بتعقيد، وهنالك معادلات معقدة يعطونها بالكتب. أنا هذا الموضوع مهم وما أقدر أسوي له سكيب، ولذلك شوية بسطت به وراح نكتفي بهذا الموضوع للزعانف الحلقية فقط في معادلة واحدة هي كفاءة الزعنفة، وذلك نستند عليها لحساب كمية الحرارة. يعني بعد ماكو هنا تطبق حالات 4 ذيك فقط للزعنفة المستطيلة، بالنسبة للزعانف الحلقية يمثل لك الشكل كيف تتغير الكفاءة. وهذه معادلات شوية صعبة لأنه تعرف المساحة السطحية من تتغير أساسا المعادلة التفاضلية تكون صعبة الحل، فيعني المعادلات سابقة الذكر تنطبق فقط للمعادلات المستطيلة، خصوصا بالنسبة للزعانف الحلقية راح نستند على هذا القانون فقط. فتكون الكفاءة معلومة، يكون المساحة السطحية معلومة، والثيتا بي معلومة، استند عليها لحساب الحرارة مات الزعنفة المشتتة. وهنالك مثال يوضح هذا الترتيب بهذا الشكل، وهذا رسم آخر لزعانف حلقية مرسومة للطول المصحح بهذا الشكل.
المثال الأول اللي موجود في المحاضرة، المحاضرة بها عدد من الأمثلة المحلولة، يبين هذا المثال أداة حسابات بسيطة على الزعانف. فالمثال هذا حول زعنفة مصنوعة من الألمنيوم الكيمال 204، الديامتر فهي إذن قطرية الزعنفة هي 2 سنتيمتر، والطول مالتها هو 12 سنتيم، مثبتة على جدار، والجدار درجة حرارته 250. قلنا درجة حرارة قاعدة الزعنفة مهمة جدا، نرمز لها بتي بي أو تي نوت. الرود هذا معرض إلى جو بدرجة حرارة 15 وكونفكشن 12 واط للمتر المربع دوت سيليزي. مطلوب من عندنا أنه نحسب كمية الحرارة اللي جاي يشتتها هذا الرود إلى الجو. شاهد المؤلف سوى طول مصحح للزعنفة. طبعا احنا مثل ما قلنا اول شيء هو نعطي ملاحظة neglecting the heat transfer from root tip. انت من قل لك بعد اهمل الحرارة المشتتة من طرف الزعنفة الحر، بعد انت تروح للحالة اللي هي الحالة المعزولة. هسا السؤال هو سوى طول مصحح، احنا مجبورين نسوي طول مصحح؟ جواب لا، هو بالحقيقة عنده حسابات اخرى قرر من خلالها انه الطول المصحح لازم اسويه. فاريد من عندك تعيد حل السؤال بدون ما تسوي هذا الاجراء انه تسوي طول مصحح، وبالحقيقة انت يعني بدون ما تسوي حسابات واضح جدا 12 و 12.5 سنتيم الفرق جدا قليل، يعني ما راح يفرق لك كثير بالحسابات، انا متأكد من راح تعيدها. وعموما هو سوى طول مصحح، الداتا اللي موجودة عند التي نوت قلنا درجة حرارة قاعدة الزعنفة 250 تفنتي 15 والاتش موجود، يحسب قيمة الام سمول لتر، يمالها يعني في التفسير الام، وانما هي تجميع لمجموعة من البارامترات ظهرت بالمعادلة اللي هي الاتش بي بالكي والاي هنا اي سي لازم عوض بها، ولقى قيمة الام هي 3.43. المفروض هنا يخلي وحدات لان وحداتها ام اس ناقص واحد، يعني واحد على متر، يعني هي اساسا راح تنضرب بالمتر على مود يختصر فيصير واحد على متر وحداته. لقى الام في ال على مود يعوضها مباشرة في معادلة التنش ام ال، معادلة الحالة المعزولة اذا ترجع لها بالجدول، فتحت الجذر اتش بي كي اي سي تحت الجذر يعني اس نصف. ولا ننسى انه الحد دلتا تي دائما انتقال الحرارة يتطلب فرق درجات الحرارة، فهنا ثيتا بي اللي هي تي بي ناقص تي انفينيتي، والجواب طلع لنا 20 واط. ممكن تعيد حل السؤال بدون ما تسوي طول مصحح، اخذ ال يساوي 12 وعيد حل السؤال واكتشف انه هذا الطول المصحح يأثر على الجواب، راح تكتشف انه نسبة الاجابة ما راح يكون بها ايرور كبير. المثال رقم 2 بفكرة ممتازة. طبعا الزعانف بها أفكار وتطبيقات كثيرة ما يمكن أنا أحصرها في مجموعة يعني معينة من الأمثلة، وعليك أنه تتابع وتدور وممكن تحصل على أفكار جديدة ممتازة توضح لك آلية تحليل الزعانف. نشوف هذا المثال هو عبارة عن آيرون بار مثبت على سطحين من الجانبين، يعني هذا الجانب مثبت يعني ماكو جانب حر، احنا متعودين على الزعانف جانب ثابت اللي هي القاعدة والطرف الحر، بس هنا مسوي البار مثبت على جانبين، كل جانب هو درجة حرارته 120، وهذا البار المساحة مالته مربعة يعني الكروس سكشن هي 50 × 50 مليمتر، مثبت على الجانبين، يتعرض إلى ظروف جوية مثل ما واضح حتى بالمنزلة هنا 35 و 17.4، ومادة الزعنفة هي 52 الكي مالته واط للمتر دوت كلفن. ومطلوب من عندك هو حساب كمية الحرارة المشتتة، الحرارة المشتتة وكذلك درجة الحرارة في منتصف هذا البار. بالحقيقة يعني على مود نطبق معادلات الزعانف مثل ما ذكرنا، الزعانف اللي احنا اشتغلنا عليها يعني تكون جانب موجود مثبت والطرف الحر، يعني نعتمد انه من منتصف هذه منتصف الزعنفة الى هذا الجانب نعتبره زعنفة، يعني كأنه هذا جانب حر وهذا هو الجانب الثابت،
وهنالك زعنفة ثانية من هذا الجانب كأنه ثابتة من هذا الجانب وحرة من المنتصف. هسه وجود زعنفتين ملتصقات مع بعض راح يسوي لنا توزيع درجة الحرارة بهذا الشكل. شوف توزيع درجة الحرارة، فإذا يصير بهذا الشكل كأنه الحرارة معزولة بالمنتصف، يعني يكون ميل هنا، ميل المماس لهاي المعادلة يكون أفقي يعني يساوي صفر، معناته نعتبر زعنفتين كأنه هذا التطبيق زعنفتين تطبق لكل زعنفة الحالة المعزولة. أسوي حسابات على هاي الزعنفة الجانب بحيث نصف البار أخليه إلها، وهاي الزعنفة أخلي لها نصف البار، وأطبق الحالة المعزولة مثل ما جاي نشوف هنا راح يأخذ نصف البار، يعني إذا هي 0.4 فأخذ 0.2 واضح جدا، وطبق بهيك حالة الحرارة راح نسوي لها مضروبة في 2، الحرارة نضرب وسطين في طرفين مضروبة في 2 ضعف، الجواب يساوي 44 واط. المطلوب الثاني هي درجة الحرارة بالمنتصف. عندنا هنا معادلة توزيع درجة الحرارة اللي هي تي ناقص تي انفينيتي على تي بي ناقص تي انفينيتي موجودة بالجدول، وهي موجودة بدلالة الكوشاين، وتعوض مكان مكان الاكس يساوي ال، فيلغي الكوشاين اللي هو ال ناقص اكس فوق يصير قيمته واحد، واطبق والقى درجة الحرارة بالمنتصف تساوي 88.8 درجة سيليزي. المثال رقم 3 حول الزعانف الحلقية. السؤال يقول بخار في منظومة تدفئة يجري في داخل الأنبوب القطر الداخلي مالته 3، ودرجة الحرارة مال الأنبوب هي 120، وثبتت زعانف حلقية مصنوعة من الألمنيوم الكي مالته 180 على السطح الخارجي، حيث أن السطح الخارجي ديامتر مالته 3، يعني هنالك ديامتر داخلي وديامتر خارجي، وهذه الزعانف اللي ثبتوها على الأنبوب السمك مالتها 2 مليمتر خلوها كما في الشكل كما موضح، السمك مالتها 3. وفي السؤال ذاكر انه الخطوة بين زعنفة وزعنفة مسميها S 3 مليمتر، كان بالمثال اكو حسابات حول توزيع الزعانف اختصرتها انا وانطيت مباشرة عدد الزعانف لوحدة الطول، يعني المتر الواحد خلوا بيه 200 زعنفة، فما تحتاج انت هاي المعلومة اللي هي بين مسافة بين زعنفة وزعنفة اخرى. خلاصة الكلام المتر الواحد من هذا الأنبوب خلوا بيه 200 زعنفة، إذا 200 زعنفة الزعنفة الواحدة على 2 مليمتر يعني تقدر تقول أنه أكو مساحة مشغولة من قبل الزعانف وأكو مساحة متبقية غير مشغولة من قبل الزعانف، بإمكانك تحسبها تنقص من 200 في 2 مليم تنقصها من 1 متر وشوف شقد مساحة متبقية. هيت از ترانسفير انه المحاط هذه الحرارة اجواء التدفئة المطلوبة من هاي المنظومة هي تي انفينيتي 25 والاتش هو 60، مطلوب من عندنا انه شقد الزيادة في معدل انتقال الحرارة بعد ما ثبتنا الزعانف، يعني الحرارة قبل وجود الزعانف شقد كانت وحرارة بعد وجود الزعانف شقد كانت، وما هي نسبة الزيادة. نسبة الزيادة دائما شارحين عليها، يعني إذا كانت هنالك نسبة زيادة يعني شيء أكو كان قليل وزاد، الفرق تقسيم دائما الأصلي بهيك حالة شيء يكون الحرارة بعد وجود الزعانف القانون يصير حرارة بعد وجود الزعانف ناقصا الحرارة قبل وجود الزعانف على الحالة الأصلية وهي الحرارة بدون وجود زعانف. وهسه نبلش بالحل، وقبل لا أبلش نسيت المعلومة المهمة اللي نعطيها، اعتبر أن كفاءة الزعنفة 95، ذكرنا احنا بالمحاضرة راح نعتمد على كفاءة الزعنفة في إجراء حسابات الزعانف الحلقية. فأول فقرة أنه الحرارة قبل وجود الزعانف نحسبها بقانون نيوتن الانتقال الحرارة H بالأي في دلتا T، حيث أن المساحة هي باي في الدي في الال كما موضح، فتصير الحرارة 537 واط. أما الحرارة بعد ما ثبتنا الزعانف فهي عبارة عن جزئين، هنالك 200 زعنفة
تشتت كمية معينة من الحرارة، وما بينهما هنالك مساحة تشتت كمية من الحرارة. فبخصوص الزعنفة الواحدة، كمية الحرارة حسب القانون الوحيد اللي انطيناه للزعانف الحلقية، كمية الحرارة تساوي كفاءة الزعنفة مضروبة في الH في كفاءة في مساحة الزعنفة في TB ناقص تي انفينيتي، اللي هو تعريف الكفاءة مثل ما أخذنا. فننتبه كل الزين خصوصا لحساب المساحة مات الزعنفة، طريقة حسابها يعني لو جاي يشوف ماخذ حتى السمك ايش قد اكو مساحة، ومساحة سطحية علوية وسفلية، يعني هذا جانب وهذا جانب وهذا جانب. فهاي الحرارة اللي جاي تشتت من الزعنفة، ننتبه كل الزين للحسابات. فالزعنفة الواحدة تشتت مع مقدارها 25، هذه الزعنفة الواحدة. لا ننسى انه هنا عندنا 200، المساحة المحصورة بين الزعنفة وزعنفة ثانية هذه بعد ما بيها يعني زعانف حتى تشتت، فناخذ فقط القانون نيوتن المباشر H بالA في دلتا تي. فهنا راح ناخذ الS، يعني مساحة بين العفو المسافة بين زعنفة وزعنفة هذه ما راح تكون بها زعانف، ومعرضة مباشرة إلى الهواء وتطلق كمية من الحمل الحراري. وراح نحسب هاي الكمية من الحرارة هي 1.6 واط، كمية جدا قليلة. هسه ايش قد اكو فراغ عندنا؟ عندنا 200 فراغ وعندنا 200 زعنفة. فهاي الفقرتين اللي حسبناهن لازم اثنينات نضرب كل وحدة على 200، ف 200 زعنفة و 200 فراغ بين زعنفة وزعنفة اخرى، فيصير المحصلة الإجمالية هي 5320 واط. هنا في معرض يعني طلبة لإيجاد نسبة الزيادة، هو واجد فقط الفرق، بس إذا قال لك percent of increase لازم تقسم على الحرارة قبل وجود الزعنفة اللي هي 537. هنا راح بعد أترك الأمثلة للطلبة على مود يقدرون يقرونها، ووقت الفيديو صار أطول من اللازم، وهنالك مثالين بالإضافة إلى مجموعة أسئلة راح أقوم برفعها، وعليكم بمتابعة الموضوع وقراءة أمثلة، وشكرا.